بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي بثانوية دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الكفاية النحوية، ألا وهي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة كما عرفناها هي أب وأخ وحم وفو وذو، أب وأخ وحم وفو وذو. هذه الأسماء الخمسة من علامات إعرابها أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، بشروط أن تكون مفردة وأن تكون مضافة وتكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. نأتي بمثال في حالة الرفع، أقول أبوك رجل كريم. أبوك مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إن أباك رجل كريم. أباك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. سلمت على أبيك على حرف جر، أبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء. يبقى عرفنا الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو، وعرفنا علامات إعرابها وبشروط أن تكون تعرب بعلامات فرعية، الواو نيابة عن الضمة والألف نيابة عن الفتحة والياء نيابة عن الكسرة، بشروط أن تكون مفردة أو مضافة إلى غير ياء المتكلم. حضر أبوك مجلس الآباء، شاهدت أخاك مفعول به منصوب علامة نصب الألف، فأبوك فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة ومضاف والكاف مضاف إليه. أكرم كل ذي خلق رفيع، ذي برضو مجرور علامة جرها الياء. ننتقل إلى مثال آخر أو نشاط من نشاطات التعلم. ماذا ترى في هذه الصورة؟ فريقان يقتتلان، على ما يقتتلا الفريقان؟ يقتتلا على الجملة الإسمية. هل الفريق الأول وهي الأفعال الناسخة اللي كان وأخوتها، والحروف الناسخة اللي إن وأخوتها، كل منهما يريد أن يدخل على الجملة الإسمية فيغير شكل فينسخ شكلها. إذا دخلت الأفعال الناسخة على الجملة الإسمية اللي كان وأخوتها رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. الجملة الإسمية قالت لا، أنا هدخل على الجملة الإسمية بنصب المبتدأ ويسمى اسمي وأرفع الخبر. تخيل المفاوضات التي تمت بينهما قبل المعركة اللي هي الأفعال الناسخة والحروف الناسخة. طبعا الأفعال الناسخة كلنا عارفينها، كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات وليس وصار وما زال وما برح وما فتئ. الحروف الناسخة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. إيه هي المفاوضات التي دارت بين الفريقين؟ الأفعال الناسخة قالت أنا هدخل على الجملة الإسمية فأرفع المبتدأ ويسمى اسمي وأنصب الخبر ويسمى إيه؟ خبر. أصبح الجو حارا، الجو اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة، حارا خبر أصبح. إن الجو حار، إن حرف ناسخ، الجو اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، حار خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. هذه المفاوضات والحل الذي توصلوا إليه. طيب كيف انتهت المعركة؟ انتهت المعركة بالتعادل، لا منتصر ولا مهزوم، كل يعمل فيما أدخل عليه. خلاص كانت اكتفت بأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن اكتفت بأنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. طيب أكمل كما في المثال، لاحظ المراحل وتنوع الأفعال الناسخة. الماء، الماء بارد.
كان الماء باردا أصبح الماء دافئا صار الماء حارا. هنا الماء بارد جملة اسمية دخل عليها فعل نسخ كان فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر، أصبح نفس الوضع الماء برضو اسم أصبح مرفوع دافئا خبر أصبح منصوب نفس الوضع. طيب كلمة الجو عايزين نكتب هذه الجملة كما في المثال السابق، الجو بارد كان الجو باردا أصبح الجو دافئا صار الجو حارا. طيب الإنسان، الإنسان خذول كان الإنسان خذول، كان الإنسان خذولا ظل الإنسان ضعيفا. الشمس كانت الشمس ساطعة أصبحت الشمس ساطعة ما تزال الشمس ساطعة. يبقى تعلمنا أن هذه الأفعال كلها أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع الإسم أو كما شفنا بكلمة الجو والإنسان، وتنصب الخبر باردا خزولا ساطعا. كل دي خبر لكان وأخواتها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. المثال الثالث، أكمل كما في المثال وضبط بالشكل وبين نوع الحرف الناسخ زي ما طبقنا على كان وأخواتها، نطبق على الحروف الناسخة اللي هي إن وأخواتها. كلمة العلم ضعها في جملة، العلم صعب جملة اسمية مكونة مبتدأ وخبر، لا علم سهل دي لن نافية للجنس التي تعمل عمل إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، ليت حرف ناسخ، العلم اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سهل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كذلك كلمة المطر نجيبها جملة اسمية الأول، ندخل عليها جملة، ندخل كلمة المطر في جملة اسمية، المطر غزير ندخل عليها حرف الناسخ إن المطر غزير، لعل المطر منهمر لكن المطر شديد. يبقى أنا عرفت إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. كلمة الكتاب نضعها في جمل أيضا، الكتاب مفيد جملة اسمية، إن الكتاب مفيد، ليت الكتاب مفيدا، ليت الكتاب مفيد، لعل الكتاب كبير، السائق ماهر، إن السائق ماهر، ليت السائق محترم لكن السائق مهذب. يبقى إن وأخواتها دخلت على الجملة الإسمية فنصبت المبتدأ وسمي باسمها ورفعت الخبر وسمي خبرها. إلى بهذا القدر نكتفي ونلتقي بإذن الله في حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.